بعد خسارة الجزائر من كوت ديفوار وخروجهم المفاجئ لنا جميعا من بطولة أمم أفريقيا، دعم مصري غير مسبوق على السوشيال ميديا وفي المواقع والصفحات الكبيرة جدا في مصر لأهلنا ومنتخبنا الثاني منتخب الجزائر. هنشوف كل ده في الفيديو بتاع النهاردة وهنشوف تعليقاتهم وردود أفعالهم، ولكن عايز قبل ما أبدأ أوجه رسالة لجماهير ومنتخب الجزائر. المنتخب ده ياما فرحكوا وفرحنا قبل كده على مدار سنتين من 2019 ولحد قبل البطولة وهو بيفرحنا. ما يجراش حاجة، ايوه ما يجراش حاجة لما يخسر او يخرج او ما يبقاش فيه توفيق. فهنا دورك ان انت تشجع منتخب الجزائر وتدعمه علشان يرجع تاني للطريق الصحيح. مش عايز يا جماعة اشوف حد بيهاجم منتخب الجزائر في السوشيال ميديا ولا في الاعلام. دوركوا في الوقت ده ان انتوا تشجعوا منتخب الجزائر وتدعموه، لان المنتخب محتاجكوا جدا في الوقت ده علشان داخل على مباراة السد بعد شهر تقريبا، المباراة المؤهلة لكاس العالم. فدعمكم دلوقتي لمنتخب الجزائر المنتخب محتاجه اكتر من اي وقت مضى. وبالنسبة للكوتش جمال بالماضي ولاعيبة الجزائر، ارفعوا رؤوسكم فانتم ابطال، فرحتونا كتير، مش زعلانين، لا زعلانين ولكن مش هنعاتبكم ومش هنهاجمكم ومش هنقول اي حاجة، لاننا واثقين فيكم. ايوة واثقين فيكم، واثقين ان انتم هتفرحونا تاني وهترجعوا للطريق الصحيح سريعا، مش هتاخدوا وقت علشان ترجعوا للطريق الصحيح. فانتم شرفتونا كتير، وبرضو ما يجراش حاجة لما تخسروا، احنا في ظهركم واحنا معاكم ولا يهمكم من اي حاجة حصلت. العبوا لعبكم ومتعونا زي ما كنتوا بتمتعونا وفرحونا زي ما كنتوا بتفرحونا، واحنا معاكم في الخسارة قبل ما نكون معاكم في الفرح، لان اللي مش هيبقى معاك في الخسارة ما يستحقش انه يكون معاك في الفرح. شكرا، ايوة شكرا لعيبة واداريين وجهاز وكل فرد في منتخب الجزائر، مليون شكر ليكم. نروح بقى سريعا على التعليقات المصرية وردود افعال الجماهير المصرية بعد خروج منتخب الجزائر المفاجئ لنا جميعا من بطولة امم افريقيا. اول تعليق معانا كاتب وبيقول: حقيقة وانا من مصر فان المنتخب الجزائري افضل منتخب داخل القارة السمراء، وعندما تتابعه او تتابع مبارياته في الكيان الكاميروني فهو اكبر منتخب من حيث ضياع الفرص التهديفية بطريقة غير عادية، وكان المرمى مقفول تماما، فمجرد او فهارد لك للمنتخب الجميل، واتمنى لكم الافضل في القادم، وسنعود او سنصعد سويا كأس العالم بإذن الله. إن شاء الله نصعد مع بعض كأس العالم، وإن شاء الله نروح برضو قطر ونشجعكم وندعمكم من كأس العالم. بالنسبة منتخب الجزائر، فعلا أنا كنت حاضر الثلاث مباريات بتوع منتخب الجزائر من المدرجات، فرص بتضيع بطريقة غريبة، في حاجة غلط، الكرة مش عايزة تدخل، حتى ضربة الجزاء مش عايزة تدخل، ايه اللي بيحصل؟ وده الموقع المصري الشهير من اكبر المواقع الرياضيه المصريه في مصر، يلا كوره، منزل زي ما انتم شايفين كده صوره محمد صلاح ورياض محرز، محمد صلاح حاطط ايده على كتف رياض محرز وكاتب وقال: لا تحزن يا صديقي. فعلا لا تحزن يا صديقي، ما هو يا جماعه لو مش هواسي اخويا وصديقي وحبيبي في وقت الحزن ده وفي وقت الخسارة ده، هواسيه امتى او هقف جنبه امتى؟ فاحنا لازم نقف جنبه منتخب الجزائر دلوقتي، لانه منتخب الجزائر محتاجنا جنبه في الوقت ده. وده صفحة تانية من اكبر الصفحات الرياضية المصرية في مصر، صفحة الاهلي اليوم، كتبت وقالت: لا تحزن يا رياض، ستعود العام المقبل وتبكي القارة باكملها. لا تحزن يا رياض، جماهير الجزائر ما تحزنش، لعيبة الجزائر ما تحزنش، ومنتخب الجزائر ما يحزنش، هترجعوا ان شاء الله، بس مش العام القادم، لا الشهر الجاي، الشهر القادم في مباراة السد، وهتفرحونا كلنا واحنا واثقين فيكم يا رجالة. وده حد مصري تاني كتب وقال: يا جماعة بلاش تريقة وشماتة في المنتخب الجزائري، لان الجزائريين اخواتنا في الاسلام وفي العروبة، عيب لما حتة جلد منفوخ تزعلنا من بعض، افيكم يرحمكم الله. الكلام ده جميل جدا يا جماعة، ولو فضلت ادي للراجل ده حقه او اشكر فيه مش هديله حقه، لان مش حتة جلد منفوخ هتزعلنا من بعض، الجزائريين اهلنا واخواتنا في الدين وفي العروبة وفي الدم، واحنا كمصريين وجزائريين بينا دم، الجزائريين حاربوا معانا في حرب اكتوبر، المصريين كانوا موجودين في الجزائر، الجزائريين كانوا موجودين في مصر، واحنا بنحبكم وانتوا بتحبونا، حتى لو في قلة قليلة من هنا بتسيء للطرف الثاني من هنا او من هنا، فدول ما بيمثلوش الشعبين، واحنا
ايد واحدة. ودي صفحة تانية برضو من اكبر الصفحات الرياضية المصرية الموجودة في الكرة المصرية، كتبت وقالت: لا تبكي يا زروكي، ستعود العام المقبل وتبكي القارة باكملها. ان شاء الله زروكي دموعك غالي علينا، شفتك وانت بتبكي امبارح وكنت موجود معاكم في الملعب، وكنت موجود كمان وانتوا خارجين من الفندق مروحين او رايحين المطار كنت موجود، لان اللحظات دي ما كانش ينفع الواحد ما يبقاش موجود فيها. ما رضيتش اصور وهم خارجين في حاله الحزن، لان انا مش راجل بيدور على سبق صحفي او لقطه اصورها، انا راجل محب ومشجع، فاللحظات دي بالنسبه لي ما تتصورش وما تنفعش تتصور، علشان كده ما رضيتش اصورها. ما ينفعش اصورهم وهم بيبكوا وهم حزنانين، علشان باذن الله انا واثق فيكم ان انتوا هترجعوا تضحكوا وتضحكونا وتفرحونا وتسعدونا كلنا في مباراه السد وفي الايام الجايه باذن الله. وده مصري تاني كتب وقال: مصري ومحب للمنتخب الجزائري وحزين لخروجه، اتعرضوا لصعوبات من ملاعب ومواصلات وغيرها، تتعوض يا رجاله، تصعدوا كاس العالم ان شاء الله. باذن الله تتعوض ونصعد لكاس العالم سويا منتخب الجزائر ومنتخب مصر، وباذن الله ما تزعلوش. هي دي الكوره يا جماعه، يوم لينا ويوم علينا. السنين اللي فاتت او السنتين اللي فاتوا الكوره كانت لمنتخب الجزائر، السنه دي او تحديدا بطوله افريقيا الكوره ما كانتش مع منتخب الجزائر، فهارد لك لاهلنا واشقائنا وحبايبنا في الجزائر، هي دي الكوره. وده حد تاني زملكاوي كتب وقال: منتخب الجزائر من افضل واقوى المنتخبات العربيه والافريقيه على السواء، كل ما في الامر عدم توفيق وسوء حظ. تحيا مصر وتحيا الجزائر، تحيا مصر وتحيا الجزائر، وتحيا الجماهير الواعيه والجماهير المثقفه والجماهير اللي عارفه قيمه الكوره يا جماعه، ان الكوره بتجمع ما بتفرقش، فالجماهير دي الواحد لازم يحترمها ولازم يديها حقها ولازم يجيب تعليقاتها. وده واحد مصري تاني طبعا بيهزر يا جماعه، المصريين احنا زي ما انتم عارفين بنحب نهزر في اي وقت في اي مكان وفي اي لحظه. كاتب ايه بقى؟ مش هنسيبكم والله، لازم نخرج معاكم. الحقيقه ده اللي فيدل ان الظروف هنا صعبه. مباراة مصر الجاية هتبقى على نفس ملعب الجزائر، ولكن برضو مع منتخب كوت ديفوار هتبقى مباراة صعبة جدا. بإذن الله أتمنى التوفيق لمنتخب بلدي منتخب مصر، وبشكر الجزائريين اللي اتصلوا بيا وقالوا لي: يا محمود احنا بنشجع منتخب مصر بعد خروج منتخب الجزائر، زي ما انا عملت بالظبط في بطولة 2019 لما منتخب مصر خرج شجعت منتخب الجزائر. فالناس دي يا جماعة في الجزائر بتحبوهم 1%، بيحبوك 1000000%، ودي اهم من اي حاجه في الدنيا، اهم من اي فلوس، اهم من اي حاجه. حب الناس ده عظيم جدا يا جماعه، بتديهم 1% بيدوك 1000000. فالحقيقه الواحد مش عارف يديهم حقهم، حتى لو فضلنا نساندهم وندعمهم مش هنوفيهم حقهم. ده كان ردود افعال بسيطه جدا من الجماهير المصريه على السوشيال ميديا. في افعال ثانيه او ردود افعال ثانيه لو فضلت اقول لكم عليها واقراها مش محتاجين فيديو او فيديوين، محتاجين يوم كامل او يومين ثلاثه علشان نقدر نجيب بس نصها. شكرا للجماهير المصريه الجدعه اللي طلعت وقفت جنب اخواتهم الجزائريين ودعموهم بعد الخساره، شكرا منتخب الجزائر فرحنا كتير، احنا جنبك بعد الخساره، ما ينفعش نبقى جنبك وقت الفرح وما نبقاش جنبك وقت الخساره. شكرا جماهير الجزائر، ايوه اللي كانت في المدرجات وبتسقف للعيبه بعد الخساره وبتشجعهم وبتدعمهم، شكرا لكم كلكم. انتوا اللي بتتفرجوا عليا رساله اخيره، اوعى اوعى، انا بسجل الفيديو ده وانا مش قادر اتكلم، اوعى تطلعوا في الاعلام وفي السوشيال ميديا وتهاجموا منتخب الجزائر. منتخب الجزائر داخل مباراه مهمه جدا قريبا، يعني داخل مباراه السد قريب جدا، اقفوا جنبه وادعموه وشجعوه وساندوه، هو في امس الحاجه ليكم. المشجع الوافي والمناصر الوافي والمحترم بيبان وقت الشده، وده وقت شده لمنتخب الجزائر، محتاجكم اكتر من اي وقت عدى قبل كده. يا مفرحكم جه الوقت اللي انتوا تفرحوه بدعمكم وبتشجيعكم وبمساندتكم. فاتمنى ان محدش يخيب ظني، اتمنى ان محدش يزعل منتخب الجزائر. مش قادر اطول في الفيديو اكتر من كده، سعيد جدا بمحبة المصريين والجزائريين، سعيد جدا بردود الافعال الجميلة اللي بشوفها ما بين الناس، سعيد جدا بالرسائل اللي بتجيلي من الجزائر وكلهم بيقولوا لي: يا محمود احنا هنشجع منتخبك او منتخبنا منتخب مصر التاني، انت دعمتنا فلازم ندعمك. الناس دي يا جماعة ما بتنساش الجميل، الناس دي لو حبيتها 1% بترد عليك الحب 1000000%، ودي اعظم حاجة موجودة في الدنيا. فشكرا اهلنا في الجزائر، وشكرا اهلنا في مصر، وشكرا لكل واحد جدع بيدعم اخوه وقت الشدة. سلام.